بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وناكسن دا وضيال كسو دباد برامج كنولوش اسلام كا برامج كان واحد تضبات كي حلية دانو كلاات كلا سعطان يونيفرسال تي في استوديو هاو كلية هم مغالادة نيروبي وحان إذن لسو عسياني واه محمد حسين محمد وحان مرتين واه آلابا استادو جدان شيخ محمد عبد أمر كسو دباو مركوري شيخ محمد برامج كا هلو سال انت انو قدو قل الموضوع انا تضبات كاني اه نولوش وناكسن دا وضيال وحان إذن حسوسيني يا وحي سؤال أما مسألة دينية قبطان وحد إنا وصد ركرتان إيميل كشاشات إنا كغم مغضاء إياه شيخ أمول @gmail.com يدو قيبها الدم ببرامج كينا وشيخ محمد عبد أمول إنا وجواب دون سؤال هاد إنا وصد رتين إيميل كا بالسامر كور الشيقها إنا وفافاهيو قيب تلواد إنا لشوان أكسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة موضوع يعني نلوشة ونكسن قيبتي سي كوباد أمكو سوقاتني فردقي كنكو الرئي قيبت اللواد أمكو نما يسترين إن شاء الله تعالى نلوشة ونكسن ونلوشة حسيلوني ذا له و دقنان شه له و فرح له و روحة و معان سنة و دردميسة و آن والبهار كا استرس كا يسلهضل كا و كويري هاي و دون كا مركي لتشوغو دقمدة دنبي و تنكا دنبيسة و آخرنا وإن الروح كبد بادو إله عذاب كيسي على ديسة كان ديسة يرضيه سا يواناق إله أكتسي لنا إنو كوغول استوحلو تأييدا مركزان هوريب أصو شيقني أسباب إليه دهي جيد لو مر إليه دهي جيدتك لو مرو إي أسباب تلقو قادو ميد كم إذن صوت الماني وآه الإيمان العميق أما الإيمان الصادق من الروح إيمان رب عليه هاي خاصة إيمانك قيبه سا قيبت لحلي له إن الروح الرميه إلهي تبارك وتعالى قضيه سي قدر كيسة الله تبارك وتعالى كون كان إنه يساقو إسكالي هاي إنه يساقو هوري أقرشي وحيالها دعية إنا لباتشين كرين سيدي إلهي أقول تلقى لي إني أفو ليار إن إلهي وحكمتك ليه تبارك وتعالى شيء كستور دعية إن لباتكو تبين هذا مرة باتشين وحوناقة أما خيرات في ليسي وكو الساقين إنا نمرنا هذا هشين وشيء غني هوري أقرنا إنا ترمي صود يقيني صو وكان نبي قيرنا صلوات ربي وسلام عليه دعا ديسي أي كم إذا هيد ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا إله يقين تحقق واحد نقصيسا واحد نقفض ضيسا أدونك مصائب تيسا لباتوينك أدونك كدعية يعني روح مرك قلبك سا يقيني كتشرته لعذوينك حنونك له مصائب تأدونك كدعيسا وكفض ضانيسا وعليس لباتو وين وقيسا نميس qodobka hore aan uga soo hadalno soo faahfaahinay darsigeenii hore ee qodobka labaad ee nolol macaan oo qiimo leh aad ku gaari kartaa waxay tahay al-ittisal al-wathiq bil-malik al-alim inaad xiriir wanaagsan la leedahay allah boqorka tabaaraka wa ta'ala ee wax walba isagu iska leh wax walba ogsoon gacantana ku haya بمعنى حرير كذي ربك تبارك وتعالى وإنه حرير شره ودسن وحقله تانا معنى هذا وحويان إن أعماشة يخيرات كإلهي تشعلي هاي إن تكد داشو واجبات كإلهي كسارة وصلاة دوه الرئيس إن دلاليسو حولها إن تسكذا كبحسو إن محوة هاي بشة بركة سنة رمضان مركي سوق شصونتو إن أداد أوذيك ربتحجكي يعمرضي إن تكتو إنا دادك إيه خلق إلا إحسان وصميسو إنا أفكاق إيه دينك آقا لغانا بدقلو إن آد وحي إلهي كا حرمي وربي توارك وتعالى لباتكو جرتدرت يدوم بالله حرمي إسكا إلالي لغو يلي إنا إسكا إلالي سو
تأييده آه حرير كنوع عاصي ربي الله لذا تبارك وتعالى وحكم ذي حيالها قلبي قد تشيا نلشنا معانية نبي جينا صلوات ربي وسلام عليه حديث صحيحة أيوه حكوله ربي جيبوا كورنا يا الله وحيد تبارك وتعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنا وأسد فقرك ابن آدم الله بأورنا تبارك وتعالى عليه أبو رطيب الله الله يا ابن آدم عبادة إذا أفارق أنا أعبد كل شيء أعبد حدد عبادة إذا أفارق ده وددالك بحصه لابت هذا وحن قلنا يا ديقتوني حسلوني قناع السنان أيان قلبك كاقبو حينيا باهيد هذا أنا قد بولي وأوضي وإلا تفعل أملأ صدرك شغلا ولم أسد فقرك هذا ديالي ويدو لابت هذا قناع السنان يدقنان قلين مايو شغل يا باهي يا مشغول سنان يا رفاد يا اسلهادل يا استريس يا محو استريس يا لابتا كاغب وحين يا قلبك باهي ذا انا مد بوليو سيدا سؤال اليه تبارك وتعالى سيدا صلاتي الله عبادتي سي طاعتي سوى ماشا وكوتشيرو سيرتا ان روح الدقو نبي جينا صلوات ربي وسلام عليه كان اذا حزبه امر بادر الى الصلاه مركو النبي صلى الله عليه وسلم شيء مشغوليه وعليس كوي ما ده سلاده ودك دك تري النبي صلى الله عليه وسلم مركزه كنا سنتري وعليس يدي هيستيب وصلاته كجنا سنتري النبي صلى الله عليه وسلم أريحنا بالصلاة يا بلال ونبي تري صلى الله عليه وسلم صلاة النور راح بلاله وكي حديث كلاها النبي صلى الله عليه وسلم لها وجعلت قرة عيني في الصلاة حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة يعني الدنيا دي نوح اللي جت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دمرك ودرج النما يوحى كتوس يسامحوا هاي ونك إيو وحيا بها أدقون عذر الرضا يوحيا لها أدقون كله لكن القبوس جي يراح هذا يدي حسلوني ده يدوح على يلا صلاة ده حدا ده النبي صلى الله عليه وسلم مركا إنه أدون كو ربي جي كحرمه وطاعيسته وعبادة يستو حرير كربي جي هجاتيو وأمد كيني كرت إني روح دي سودكتو قلبي جي سودكو ورينا واحد درسي قرأوس وشرحني لو ضق يبود بين آدم كوكو من يهو شركة إيه الروح ضع روح ضع إيه كتما ده حسلوني ده يدكنا إن شاء إيه الراحة ده روح ده واحد قوة تا أو أي كودك تا وإله عبادة دي سيطاع دي سوي وحنا بيجي إنك رسول صلى الله عليه وسلم سيدو كلام معناها تلمامة يا حديث بخاري ومسلم يسوع صار من حديث أبي هريرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ميتكين مركوس حضر هبينكي يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد ميتكين مركوس حضر هبينكي شيطانكو قداتك أيوحك قنت يا صدح قنت موت مركزوح كل يهي مدول بو قنت ما صدح ذا كم إذا حكو شعبضين يا كل فنيا عليك ليل طويل فرقد هبين دير باكور كاغا ولي حلق ولي وي هبين دير باكرة سعاد هو اللابيهين اسكسيحو نبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة هدو أدونكو هرددك سوكو وإلهي حصو صدح ديك قنت مود ميد بافرميس فإنه فإن توضأ انحلت عقدة هدو ويسيستو قنت انتي لواد بافرميس فإن صلى انحلت عقدة هدو تكذو كنت انتي صدحات بفرميس صدح دي كنت موضى الشيطان بواكافر ميان مركز النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح نشيطا طيبا نفس ابن رسول الله عليه وسلم مركز واقو حوبرية روحي إساقو أو فرفرعون أو نفتي سو أي وناكسنته يعني وحوي دريمية فرفرعوني إيا فرح إيا حسلوني بواقو برية كدب نوحو ليه هاي طلو محاد قبطه يعني نشاط بالله سوك عيه وحو النبي صلى الله عليه وسلم إلا أصبح خبيث النفس كسلان هدو هبين كاسوك عوايو وإلا يحسي وايو ويسيسان وايو قرآن أخرين وايو تكن وايو وواقو ساقو بريو سيدو صريرتا أصارنا سيدي بختي وكالي النبي قوحو تلمامي صلى الله عليه وسلم مركا واقو حو بريو أساقو خبيث النفس نفتي سليدتو
oo wahsiga iyo caajiska iyo culayska saaran kaslaan oo wahsanaya buu Nabiga sallallahu alayhi wasallam. Marka yaani faraxa iyo wanaag iyo nolosha degan waxay ku jirtaa kolba inaad hagaajiso Rabbiga tabaaraka wa tacaala iyo xiriirka kala dhaxay. Waxaa ka mid ah yaani asbaabta aan ku gaari karno nolosha macaan al-fahmu ad-daqiiq, inaynu si daqiiqa oo xeel dheer u fahanno noloshan iyo ujeedada laynoo abuuray iyo waxyaalaha dhacaya muxuu ahay xikmadda ku jirta. Markaad xikmadda fahanto waxyaala badan baa kuu kala baxaya, wax badan baad fahmaysaa. Fahamkaasi wuxuu kaa fududaynayaa culays badan oo laga yaabo inuu noloshaada calwin lahaa ama qasi lahaa. Masalan, waxaa ka mid a inaan fahanno ujeedada ilaahay tabaaraka wa tacaala waxyaalaha dhacaya iyo kownkan iyo abuurkan waxyaalahan jiraayay xaqiiqadoodu wax weeyaan waa imtixaan. Ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisu imtixaanaya, dhibku waa imtixaan, dheeftuna waa imtixaan. Kan la dhibaateeyey, risqa lagu yareeyey, caafimaadka laga qaaday, nabadgelyada laga qaaday, caruurta aan la siinin dhibaataysan, waa imtixaanaya. Ma aha in la nacay, mana aha in la necebe, laakiin waa la imtixaanaya. Tana xaaladana lagu imtixaanaya, waxaa la fiirinayaa bal siduu u dhaqmo, siduu sameeyaa la fiirinaya, ma sabraya mise ma sabrayo. Kan wax la siiyey ee ladan, xoolaha Ilaahay siiyey, caafimaadka siiyey, lixdii sallaxaad siiyey, caruurta siiyey, ee ladan ee muxuu ahaa Ilaahay tabaaraka wa tacaala wax badan uu ku fadilay, asagana looma siinin jacayl la jecel yahay, balse waxaa loo siiyey in la imtixaano. Waxaa la fiirinayaa bal isaguna suu u dhaqmo, miyuu kibri oo isla weyni iyo qabbaa geli oo wuxuusan ahayn buu ismoodayaa, mise waa shukrinaya oo allihii nicamkan siiyey buu ku aqoonsanaya. Haddaad fahanto marka in xaaladdu saas tahay, dee xaaladdii dhibaato ku haysatona sabir baad kaga bixi, markay ku haysato wanaag iyo khayr markaad heshana shukri baad kaga bixi. Xaaladdaada noloshaadu dhan waa nolol markay isu dheelitiran waay, nolol dhinac u badanaysa ma noqonayso. Taasaa qur-aanka kariimku tilmaamaya xikmadda inaynu fahanno oo iyada lafteedu wax badan inaga fududayn karta. Alla tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay innaa jacalnaa maa cala alardi ziinatan laha linabluwahum ayuhum axsanu camala. Dhulka korkiisa wax yaalle ee quruxee naftu jeceshahay waxaan u yeelay inaan imtixaanno un. Maxaa la imtixaanayaa? La fiirinayaa yacni xaaladda aan ku jirno iyo ziinada iyo dhaldhalaalka adduunyada iyo zakhrafadeeda. Waxaa la fiirinayaa keenna ugu camal wanaagsan iyo midka ku yacni jid wanaagsan qaada iyo midka nolosha muxuu ahaay khariba oo si xun ula dhaqma. Labadaasaa la fiirinayaa oo la imtixaanaya. wanabluukum bishari walkhayri fitna buu allayidhi tabaaraka wa tacaala. Waxaan idinku imtixaanaynaa khayrkana, waa idinku imtixaanaynaa sharkana, waa idinku imtixaanaynaa labladu waa imtixaan. wa ilaynaa turjacuun. adduunkan markii saa laysu imtixaano nin walba xaaladdiisaasi la geliyo la fiiriyo, imtixaankaasi natiijadiisa iyo milihiisi iyo abaalgudkiisa waxaa la goosan doonaa maalinta qiyaamada. waa midda uu tilmaamayo rabbi tabaaraka wa tacaala uu leeya waylaynaa turjacuun, annagaad laydiin soo celinaya xagga annagoo noo soo noqonaysaan. markaasaa nin walba uu qaadanayaa yacni waxa imtixaankii uu galay abaalgudkiisii iyo midhihii uu goosan doonaa. sidaas daraaddeed waa inaad ogaato arrintu inaysan ahayn nacaybna ahayn doorashona ahayn ee aada imtixaanan tahay. waa ka rabbigeen inoo sheegay tabaaraka wa tacaala faama alinsaanu idaa mabtalaahu rabbuhu faakramahu wanacama fayaquulu rabbii akraman wama ida mabtalaahu faqadara calayhi risqahu fayaquulu rabbii ahaanan kalla. insaanka markuu alla tabaaraka wa tacaala uu imtixaano oo uu karaameeyo, intuu karaameeyo u nicmeeyo nicmayntaa iyo karaamayntaa uu ku imtixaano, si kale uu fahmayaa. markaasuu wuxuu leeyay rabbii akraman, rabbi baa i karaameeyey, hawalay jeclaaday, addoommadaan ka dooranahay ee muxuu ahay warkaasuu gelaya. war saas ma aha, laguma dooranin lagumana jeclaanin ee arrintu waxa weeye faama alinsaanu idaa mabtalaah, waa imtixaan. waama idaa mabtalaahu faqadara calayhi risqa, mid kale haddii la imtixaano oo risqa lagu cidhiidhiyo. xikmad rabbi tabaaraka wa tacaala darteed wuxuu leeyahay rabbii ahaanan, rabbi baa ii ahaanaystay, aniga waa laynacay, waa laynacab yahay,
والي محوها اسمه حسيد اللي يقول لي ساس سولي الله وحوله تبارك وتعالى ورساس معها كان الله مني عنه ولا ما يهاني سنين هو امتحان كان الله ما تشعل عنه ولا ما تدورنه هو امتحان إن أدمرك فهمتوا إن نولشان إسك امتحان تهي وبالتالي امتحان كاسات كجبح لهيدنا تكود ذا كو كتلقى شو وحيا الله أحبا كافو ضينا يكمي تهي حديثك الصحيح في صحيح المسلم أي النبي قال نوح صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير أرنك مؤمن كإله الرميسان آخر الرميسان حق الرميسان أرنك يسول يا بولي أرنك يسول وهذا خير بو نبي صلى الله عليه وسلم حال هذه يسول خير بو كتلة إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له هذه حالات فرح لأهله عفمات حوله حرور نبت قليه وحر ربي هدوه له الله وحي له تبارك وتعالى وشكرنا يا وركاسي خير ونقونيس أبال إيه وناك بوكيه ليا إيه جنة إيه رضا الله كو قاري هذه حالات نباتة له كتماده أو أي أصيبتنا وصبر يا وركاسي يدن خير يا وناكيه ليا الله وضع هو أسود يلي تريني أرقاقح يدنا عمو بضانا يو لنكا كلانا عمو بضانا يو نولوشي سوا نولو جد حد حاضر كسعوت سيداس دراديد إنا تفهنتو dacdooyin kan iyo xiyalahan dhacayay xikmadda laga leeyahay ee Ilaahay sunnadiisa ibtilaaga iyo imtixaanka ah iyaduna wax fara badan bay ka fududeynaysa ee waxa kamida arimaha noocaas oo kale runtii wax badan ka qaban kara inaad nolol macaan oo wanaagsan aakhiriya adoon beesho waxa kamida inaad hamigaaga iyo murugtaada u badiso dhanka aakhiro sax ruuxu adunyo jooga waxa la xiriiray duruufaha la xiriiray duruufahaasi wuxuuga مروق إيوه والبهار إيوه ويكو كينيا لكن وحال رواي إني مروق تهدو لنك آخر أبضت لأن وح كوين مستقبل كآخر أكو هايستمتشرو أدون كان نيوه البحاسو نولا دبا وأولا وضو نولا لكن مستقبل كلوبة هاي هاي آد كأوعلو سيروح إنو آدو غفكرة أبا نو مستقبل كاق آخر يعني قد كان قبرغا محا كتشرا محا كوهي لدونا marka aad dhaafto maxaa ka sii dambeeyo la kulmi doonta waa waxa ugu weyn ee la doonay ruux inuu ka fikiro murugtaadi iyo walbahaarkaaga marka aad halka galiso ilaahay wax badan buu ka kaafinayaa tabaaraka taala waxa nabigeena ka soo sallallahu alayhi wasallam inuu yiri ruuxi murugtiisa ka dhiga hal mid ah murug aakhira ka dhiga ilaahay tabaaraka taala wuxuu ku abaal mariyaa saddex arimood ja'ala ghinaahu fi qalbihi قلبك وحو أقل يا إلهي دقنان شو يحسلوني إيه ديقتونان وإلهي قلبك أقل يا ميد لباد إلهي وحو كو أبا المريا تبارك وتعالى جمع الله له أمره الرميه سنة إلهي بقى السوق أروريا الرميه سنة السوق هكاتيا تصدحات نوحويان وأتت الدنيا وهي الراغمة الدنيا ذنا وحي إلهي أقاقري أيضو الصنك كطلون وقصب بيقو إيمانيسا سدح رسائله كو أول مرة روحي سي مروكتي سي مروك الدنيا أي نقط آخر بجدولك أقو مجرد قرشاها أقو مجرد فكرك أقو مجرد مروكتي سي وحوي وقون توقع الدنيا دا إيه مشاكيش يدا كالجد سنبو كفكرة الله وحوري رسولك وحوري صلى الله عليه وسلم سدح الرماد بإساقن إلهي كو ابتلايا تكوباد جعل فقره بين عينيه باهي iyo gaajo iyo cafsi iyo rafaad aan dhamaad lahayn kadeed ayaa labada indhood dhexdooda laga saaraa bimaana yani wax weeyaan wuxuu noqonayaa mar walba ruuxun dhibaato hortiisa ka muuqato gaajo hortiisa ka muuqato kadeed iyo deganaashalaan hortiisa ka muuqdaan ruuxaasi marka noloshu ku degimeyso xasilooni iyo raaxina heli maayo waa midkii Soomaalidu yilaahdaan gaajada iyo dhibku إنا يدو كأركتها روني أدوغنا داركتو مفعنا يعني يدو نيكو أركتو طبعا ما وحي إلهي قدره يومرناكو مسكتين لكن مشكلة دو وإنا دا أدوغو أركتو مركا مدتولي وحان شرين أيام حوا هيكو موقنا هيو عبسيدا كوكو بضانا يسو نلوش الرنبا كا قسميس مركا فقري إيا باهي دا سالة وضين دو دحو دلقا سارة وقضب قضب كلا بادي وحويان شتت عليه أمره أرميسان إلهي باكا كلا دادية أرميسان والاك كلا دادية حرقو حرو وكا فرما waxba isugu ma hagaagaan qodobka saddexaadna waxa weey nabi sallallahu alayhi wasallam walam yaatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu
أدون كان أصيدا أون قضينا أنتي الله قري وحنا هين كهلي ماي هذه أولي جاب قب يقعلى أولي جاب الرفات أولي جاب شب أنتي إلهي كه قري وحنا هين مرنا بكيني ميسد هلينا ميسد سيدا أزمر هذه تهاي مروك تاني والبهار كنا إيو فكر كأنه هو بطلن كآخر إلهي بقى الدنيا ده إن إنجاك هافينا يتبارك وتعالى هرينا إنه جو قرشي إنه جو قري وحكم إذا أسباب تأنه جو كالمين يأرمها النوع عصوكلا قراءة القرآن الكريم قرآن كريم كأه إلهي سود الشيء الله هذا الكيسيوي وداو سيدا إلهي قرآن كوشي جو شفاء لما في الصدور لا بها وحكو ترى عذر رضاه قرآن كداو وياه سيدا شركة بوداو وياه عذر رضا جلا قرآن كريم كأمر كأن الله صاحبته والله نولاته وأخرسته وتفهنته وتدبرته معنيه صبره وحده وأتكون نقنته وأتصاحب يجرب كنيقته وحيلها نولش الدشية راح يحسلون اللي جو قاري كم تهي وكان النبي جن صلى الله تبارك وتعالى قرآن كريم كقولي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إلهي ذكر جيسي حسكي سقرآن كأهرية أيا قلوب تكدكتا قال القرآن كوحو داوية لابها أيو داوية لابتا وحا كوشرا لباتدونا قلبي قوم بكتما دا لابتا كتما دا لباتدو حي كتما دا روح دا أومن روح دا قاتشيسا روح دا بقيسا روح دا عليس توسارين يهي قلبي قوم محوء هاي والوالكي والبهاركي استريس كو كوشرا تانا داودي سمحو يهي الله تبارك وتعالى وحليا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور لابها وحي داودي دي حق الله كتمت وقرآن كريم كا يسقى مركا إذن داوينية شكي قو كاساري شركي قو كاساري قال لماذا وحو كاساري حسد قو كاساري وحو كاد داوينية حمانتك وحو كاد داوينية إصلاح ذلك وعلى الشدة ورير قو كاساري وكدتشيني داودي حق الربي بكتمت تبارك وتعالى مركا قادو أتكو داودي دي وحكم إذا دعا ده إنو الروح دعيشته والنبي جن صلى الله عليه وسلم دعوين فربضن يأذكار باك السجن لسقفوا ضيع على سيدا هم يجي يمرقت لسقفوا ضيع وحكم إذا وحي أسباب تا كنتا دكان شها نلاش يراح هذا إن أد إلهي بريده إلهي واحد بقى عندي سكوتشيران خاصة قلوب تاني إلهي قاعد عندي سكوتشرته قلب القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء قلوبت آدمه وحيكون شرطاء إلهي تبارك وتعالى فريه صلى الله فراد وكم إذا يقول حيسا سيدو دونو إلهي أدرك رغا تبارك وتعالى سيدا سدراد قلبي قاقا إنو إلهي دتشيو إنا دي إلهي بريد تبارك وتعالى حديث عبد الله المسعود أحمد ابن حبان يا حاكم بصو صاري وانا حديث صحيحة ابن حجر نو تحسيننا يا ونبي صلى الله عليه وسلم من أصابه هم أو حزن فليدعو بهذه الكلمات روحي مروق يا والبهار يا عليس نوع عسكوي مادو دعوين كن كلميوين كن هكو دعيستو اللهم أنا عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن نور صدري وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي إلى آخر الحديث روحي أرنداسي همي قاية عليس كاسي كوي ما دو وحوقا عجيري قلا دعاده كدو عزبو نبي صلى الله عليه وسلم الله أدون كاقي بانا أدون تادا ويل كيدي بانا أدون كاقا ويل كيسي بانا فود ديدو كعانتا دي كوشيرت كعانتا دي كوشيرت هذا إمام ملوي حكم كاقا إقفو ليا وعيدنا يعني ما بدلي كرتو وحي آدي قوحو كنتو عادل بات كنتا مرنا إمادا ظلمين وحنكو ويديسان يا مقعك استول ليدا هنكو ويديسان والنفط هذا كو مقع عوضي أما كتابك آقا كسو دكسي أما أحد خلقي آقا كمي دبا آد بارتاي أما آد آدوغو با علمي جيسا قوني اللا تهيو عدن آدا أشيغن مقعي دا داسان اللو رمانكو ويديسان يا إن آد قرآن كاكاليكتو ميتك لافت لابتايدا إفتيمية أو دلالية قلبي جيجنا ربيع النقضة يعني قلبي جيجا يعني دوك يداو يوناك يخير النقضة مركتي إذا يو البهار كيجنا تكسية إلهو اقتاسن كويدي سنة يا دعاء كدعاء استبن النبي صلى الله عليه وسلم
ducooyinka noocaas oo kale marka inuu addoonku badiyo waxaa ka mid ah haddii dhibaato kugu timaado oo culays kugu yimaado marna ha quusanin waxaad ogaataa ilaahay tabaaraka watacaala xikmad buu u keenay laakiin waa isbedelaya culayska waxaa ka dambeeya fudayd baa ka dambeeya sida ilaahay qur-aanka inoogu sheegay inna maca alcusri yusra fa inna maca alcusri yusran inna maca alcusri yusra yacni waxa weeyaan macnaha marka lasoo ururiyo aayadda halkii culaysba laba fudayd baa ka dambeeya wa halkii culaysba laba fudayd baa ka dambeeya sidaas daraaddeed inuu fudayd imaanayo xaaladdu isbedelayso oo arrintan aad ka bixi doonto rajadaa qab oo marnaba ha quusanin laa taqnatuu min raxmat illaah ilaahay naxariistiisa ha ka quusanina ilaahay tabaaraka watacaala wanaagga iyo khayrka uu ku siiyey baa mar walba badan waxaa ka mid ah asbaabta iyada ah inaad mar walba fiiriso cidda ka hoosaysa aadamaha mushkilada haysataa waxay ka mid tahay murugta iyo walbahaarka iyo degenaansha la-aanta iyo xasiloonila-aada waxyaalaha keenaya waxaa ka mid ah wuxuu wax ku qaybsanayaa oo wax ku miisaamanayaa mar walba cidda ka koraysa cidda mathalan ka caafimaad fiican ka xoolo fiican ka caruur fiican kuwaasu wax ku qaybsanayaa wax isku miisaamayaa markaasuu higsanayaa markaasuu wuxuu dareemayaa wallahi waxbaa kaa maqan yacni wax wey maxaad halkaa u gaadhi waayay maxaa hebelkaaga xoolo badan yahay maxaad muxuu ahay darajadaa u gaadhi la'day maxaad muxuu ahay jagadaa u gaadhi la'day wuxuu higsanayaa dad ka horreeya nebigu wuxuu leyay sal alay wasalam war kuwaa idinka koreeya ee wax idinla dheer ha fiirinina ee waxaad wax ku qaybsataan kuwa idinka hooseeya markaasaa waxaad xaqiiqo ku tihiin ama u dhowdihiin inaydaan yasinoo xaqirin ilaahay nicmooyinkiisa imada mathalan markaad adiga muxuu ahaayey meel joogto kuwan baa kaa hooseeya ya haddii waxoogaa aadan dhaqaaluhu kugu xun yahay oo aad laga yaabo inaad cashadaada iyo qadadaada hesho mid baan midaan helin baa jira haddaad caafimaad qabto kuwaan caafimaad qabin baa jira lixdaada lixaad hadday kuu dhammaystiran yihiin kuwaan naafa'a baa jira oo lixdii lixaad aan muxuu u dhammaystirnayn mid baa wuxuu ka calacalaya aadamaha muxuu ahay caruur yari buu ka calacalaya mid baan caruurba haysaninba ya mid baa wuxuu leeyahay wiilal keliya laygu ibtileeyey mid baan muxuu ahay wiilalba haysanin mid baa wuxuu leeyahay gabdho keliya lay siiyey mid baan gabdhona haysanin wabitaali waxaa la rabaa adiga dadka kaa hooseeya wax ku qiyaaso markaad aragto mid derbiga jiifa oo meeluu seexda aan lahayn oo qashinka bini aadamku soo daadiyo cuna oo cunto nadiif aan haysanin oo isbitaal iyo daawo aan haysanin oo aan meel ku noolayn oon caruur lahayn oon hanti lahayn oo kadeedan oo haddana sidaan naafo ku aho curyaan ah markaad aragto kaa markaad fiiriso waxaad leedahay alxamdu lilaahi aladii caafaanii mima ibtalaaka bihi allailahi meel fiican baan joogaa allah aan kaasoo kale iga dhigin allow waad mahadsantay sidaas daraaddeed yacni wax weye qalbigaagu waa degayaa intaad haysataad ku qancaysaa waana qodobka xigo waxyaalaha ku daaweynaya waxaa ka mid oo qalbigaaga dejinaya wixii ilaahay ku siiyey tabaaraka watacaala inaad ku qanacsantay iimaan ku qabto ku xasiloontay ha kuu yaraado ha kuu badnaado maxaa yeelay haddaadan qanaacadaasi aadan muxuu ahay ka dhiganin saaxiib ka dhiganin waxaa xaqiiqo ah adduunyada nin raadiyey hawadii hawada adduunka kama sal gaadho waa ka nebigeennu tilmaamay sal alay wasalam low kaana libni aadama waadiyaani min dahabin labtaqaa thaalitan ibni aadamka laba tog oo dahaba haddii la siin lahaa mid saddexaad buu raadin lahaa walaa yamla'u fama bni aadam ila turaab wayatuubu llahu calaa man taab buu nabi sal alay wasalam ibni aadamka afkiisa iyo jawfkiisa cara unbaa buuxisa wax kaloo buuxin kara ma jiro inuu qabri gala mooyaane ma dhergo ilaahay ciddii u soo noqotose allah tabaaraka watacala waa ka toobad aqbalaa sidaas daraaddeed lagama dhergo dheregteedu waxa weeyaan meesha aad yacni waxa weeyaan aad adiga dhan kaga daawoobi karto waxa weeye inaad qanaacada qaadato waa ka nabigeenu lla sal alay wasalam qad aflaxa man aslam wa rusiqa kafaafan waqanacahu allahu bima ataa waxaa liibaanay saddex arrimood ruuxii laga helo islaamnimo iyo iimaan iyo diin saxa kow talabaadna adduunka wax yaroo ku filan aan ka badnayn lagu irsaaqo kafaafku waa nolol ku deeqda laakiin aan siyaado ka ahayn siyaadadu wax ka fiican bay kaa mashquulin aakharadaadii bay kaa mashquulinaysa haddaan ilaahay kuu kaalmaynin waxoogaa kugu filan oo baahida aadamaha kaga maarantana ilaahay ku siiyo intaana waa qodobka saddexaad ee aad ilaahay kugu qanciyo ood iimaan ku qabto laysa alghinaa min kahrati alcarad walaakina alghinaa ghina annafs
معها حول بني هنتي بني معها غني نمدو غني نمدا ضبطي وحويان وإن قلبي جاجا هي النفط هذا قناع صنطة وإيمان قبط وإنت إلهي كزير رالي أتقطع تبارك وتعالى مليونير كأدونك أوح ولا بدن هذا كده جمرك هذا كنوا للمعان سل هذا يا ورير هي مركز بإسديلد يس عشين محاكين هي علشان وحوي قناع هذا سامقا أما إيمانك يا أصل كي أسباب تسامحش كمقا تاين تاين واحد كو جرن كرتان وأدون بعض هاي سطاي حولات هاي سطاي وكراس بعض كو فردائيو ملذات كان الدنيا ذو أين النفط بين آدم كي قلبي قن إنكرين داونا أوه واحد كو جرن كرتان إن بدن وكراسنا هاي سطا حولنا هاي سطا أو ديركسن واحد أركيسا يعني نلاش أخرى ده واحد أركيسا إسديل هيو إسعيشني أدون جو حليد هذا دولة ده إسديل دو أجو بدن تهاي والدولة ده دخل جاي إنكم كفردجو وقص الرأي واي أدونك وحليد هذا والدولة ده إسكندنافيان كالوش هذا تقريبا يعني دخل جفرد جاي نلاش يسوق روحه والدولة ده يقول إنكم في عينهم وأدونك وقول في عن الروح وحقا دخل جيسي نلاش يسيو كفالة الدولة دي وحقا سوء أهد أدينهن هذا نوع حليد هذا حاجة إشين تي إسديلدي الروح إنس خارجية والدولة ده أقول بدن صابته واحد تهي لأن وحوي وحامر قلبي وحامر روح دي بأومن وحني واحترم مايا وحيكون معان تهي يعني وحوي يعني مركي إيماني إسلامي يحسلوني الله كسي تبارك وتعالى مركز يأدونك معان لي وحقاقة هذا هي ستاي ردن أولي آخرنا ساسي معناها أقو معانا نيسا وحقا قبحينا إن شاء الله تعالى درسي جينا إن آد مركي أدونيسو إن آد نلوشكو معاناتو أسباب تلقاته حكم إذا أوكينتا نتيجة إذا أما لغو قاره إن أد إسكو مشغولي سوحكو أنفعه شغل أنت وحي كينتا فكر شغل أنت وحي كينتا إسلا هذل شغل أنت وحي كينتا إن وقتكي إساقو كتشيتو كدبنا ومحوء هاي وكو استعماله ميل أن مناسبة هاينا وكو قطورو سيداس در هاديد روحو وإنو كشقيو وقتكي سوى إنو صدحو قيبسو مرء النصنة يو ويره هردو سيحنا يو حوغا ومحوها هاي قلبكو وأودي سيحوغي سي كيركو سوحشنا يو إيا مر أد عبادي سنة يسود آخرة دادي إيا مستقبل كاقي آخرة أد السنة يسود هاقاتي سنة يسو إيا مركز سدحاد وشاق النافع وكو أنفع دا وأدون كاقا أد وحكيه شو أد كشاقي سنة يسو سدح داس إنا دو قيب سنة لشار سدح دا هدا دو قيب سو مهلي الشيطانكو يا النفط هذا اللي إذا تاي وقت أي كاجفة إذا يسته أو أي والبهاري إصل هذا العليلي كوجلس مهليش وقت النبي قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله وحيك أنفع يكود دال الله نكالم يسته تبارك وتعالى يعني كود دال وحك أنفع وقت كاج استعمال آخر هذا استعمال أدون كاج استعمال وقتي يعني وحوي فراقه أهود بنان كتالوت شيء كي صوت إصلاح هذا شو وألو مسو وعليس كقول نقطة يعني مرنا بتشان إسكا يان لجاهل وقت كاجا بيحي وواحد كوب بيحسا وحكو أنفع أدون كاجا أما آخر ذات شق هذا مركا كوب تالي تاجنا سوق يحوق كاجا حي لي مد واتك تي وقتي واتجي وكذا واتك ملي حبا كم قبنا كذي وحي تجي هذا يسوق مشغولين وحنا واصل صعدايو حل جوي مادو يا سيدا دولار رقم الهاي إيمان كرتايو صلاة دولبا سيكو قبته لوتو كذا بريم حا إيمان دونا صادم محا إيمان دونا بني آدم كوا صادالين كرا قرشنا واقصي سميسن كرا لكن وقت جذا يلا لكن ميد اللي دونا إن الحوجة صارت وحويان وصعدا أي وقت جا شقده كوت هلا كهر تلا ميد السجوج تركيز كاجي حوجة جا شركة جا هديتها عقل جا هديتها علم جا هدوية هاي تا إيادا إسوغي سباب تا هداد قادتو هدا إنو قادرنا بإذن الله تبارك وتعالى أدون كان مانتا مهديق النقضي إلهي الله المامي ودينتي الله المامي وآخر الله المامي وأدون يعابد كالله النقضي يعني وحو عذر رضا فراه بضانا كارنا شينو لغو الرفاسين ولغو كذيذين هاي وحبضان با كافو ضدانا بإذن الله تبارك وتعالى وحي نتيجة دو كل مانسة أيد قرآن كربير تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إيمان إيه عمل صالح روحي لقاهله نولو واناكسن بان نولانينا
آخر مرة كنت جانا وحي أسمين شر وحي وقف عنا أيان نكو أبل مرنينا والليبان الدنيا يالليبان آخر فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى هنون كيج الروح الرعب رب تبارك وتعالى الدون كان الله مايو آخرنا خسارة ماي لبدا هو كل ليباني سيد أصدرادت أنه أسباب تعلن منه إلهنا تبارك وتعالى وحي خير هنا وافتشيو هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدي أدي يا دم حسن تاج محمد سيد أدي نوفا فايسين الله شو ناقصن داود الله حسوا قارق به دم ببرامج كنا أنكو بلا داودها وهري أن سؤال شكله لنا جبرنا نوح عيله ذا الشيخ محمد نين أيا إقبه مركز تو إسقابنا أما أسكود عنه وحيدها وأنكو فري مركان دتك أشجعنا وحيدها وبنت الشيخ دين تم حي أرين كاس كقبطة غير الله كسي عيله ذا جبرنا وحي علم ذو مسلمين تو إسقوا فقسيهن ظاهر كقرآن كنا وشجع يا متلمام يا هادو نينكا ريركا قبا اما حاسكا قباي وعرب كيسا يا اف كيسا كغر نواقو اما قالينكا كو قراي انو حاسكي سي فري ويفرميسا وانا وحيابها ان رنتي قلين عيارتا قلين وان كفتنكا قلين ثلاث جدهن جد وهزلهن جد صدح الريموت نب توضن وارنب dayl koodiyo kaftan koodana waa dhab uu nabiga sallallahu alayhi wasallam dalaqa kamid iyo furitaanka guurka furitaanka iyo xoreynta adoomada sidaas daraadeed waxaan lagu kaftami karin waa haduu ninku haweenaydiisa waan ku furay uu ku yiraahdo waa furitaan wabitaali halaal uma allahumma inu soo cishada mooye oo cishi marka u furay ha inu inkiro oo isagoo haweentii furay u yiraahdo ma furina bimaana ma ilaahay baad khiyaamaysa marka ilaahay wuu kooksoon yahay tabaaraka wa taala yaani ya'lamu kha'inata al'ayun wa ma tukhfi as-sudur iska dhawaad afka ka tiride waxa qalbigaaga ku jiru ogsoon yahay intuu san sooba bixin marka ma allah baad siri tabaaraka wa taala wa haaraan baad ku jiri waa arin culays ka dhale gabadha muslimadii hadii ay hubto xaqiiqatahay inuu ninkeedu dhaqankiisu sidaa yahay oo intuu furitaan ku dhawaaqo haddana inkirayo xaq bay u leedahay inay isu diido bal waxa waajib ku ah inaysan ogolaanin oo ay diido sidaana haddii ninkaasi dalqadihii ka dhamaadeenna xaaraan bay ku kala yihiin abadi ah haddana dalqadihii ka dhamaaninna ninkaasi waa inay kula taliso soo noqo oo muxuu ahaay furitaanku waa dhacay haddii la sii wado joogayo waa inuu sameeyo ku soo noqosho iyo rajciyo waa inuu sameeyo ku soo noqdo xaaska dib u soo xishado haddii uu yeeli waayo ayna hubto furitaan inuu dhacay shaki uusan kaga jirin isaguna markaa inkirsan yahay way isu diideysa wallahu aclam waa tahay daawadaha xiga waxa uu leeyahay sheekh haddii aad gabar weydisto aabaheed uuna ii yiraahdo waan ku siiyey saasna aanu kula dego ma ii meersan tahay ilmahaas ku dhashana muxuu noqonayaa xukunkooda bismillaahi raxmaani raxiim asalka horta guurku wuxuu leeyahay tiirar laga maarmaan ah waa weliga gabadha guurinaya ninka guursanaya iyo gabadha yacni qanacsanaanteedii inay raalli tahayna iyadana waa qodob muhiimaddiisa leh kadibna in ay sidaa gabadhii lagu guuriyo meherka magacaabistiisa waa la magacaabi karaa haddaan la magacaabina dib baa laga qiyaasayaa kaa mushkilo ma leh haddaba siday ahaan jirtay waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo salafka iyo waxay ahayd ninku inuu gabadhiisa asagu guuriyo oo yidhaahdo gabadhii waan kuu guuriyey kii guursanayayna uu yidhaahdo waan kaa aqbalay dad markhaatiyana meesha joogaan intaas waay laakiin dhaqanka soomaalida marka la fiiriyo si sidaa ka yar kadisan bay soomaalidu u dhaqantaayo caadatan waxay soo gaadheen oo ma u dhaqmaan in dumarka waxaa guuriya sheekh baa guuriya nin culimaa baa guuriya aabahee toos uma guuriyo wuu bixiyaa laakiin ma guuriyo dhaqanka soomaaliga marka lagu noqdo walcaadatu muxakama marka la doonayo arrimaha noocan oo kale in laga hadlo caadaadka iyo taqaaliidii acraafta fahamkeeda baa wax badan ku xidhan yihiin walxukmu cala shay farcan tasawuri sida la yidhaah sheyga markaad xukumaysa waa inaad horta suuraysata waa dhaqanka soomaaliga marka loo noqdo gabadha waan ku siiyey macnaheedu maaha waan kuu guuriyey way kuu doonan tahay waa
waan kuu ogolaaday inaan kuu guuriyo laakiin waan kuu guuriyeyd waa marxalad dambe. Sidaas daraadeed gabadha waan ku siiyey macnaheedu maaha waan kuu guuriyey Soomaaliga iyo curfigeeda iyo dhaqankeena marka la yidhaahdo gabadhaasi marka kuuma mehersana. Ilaa lagu mehriyana lama aqalgeli karsid. Hadday dhacday inaad qaabka kula aqalgashayna meher ma aha, meherki waa inaad saxato oo gabadhii aabaheed iyo waalidka dib loogu noqdo oo gabadhii la guuriyo muddada iyada ilmaha uur galay. Oo su'aasha qaybteeda labaad ah jawaabteedu waxa weeyaan ilmuhu waa ilmo sax, laana marar fara badan iskuma xidhna meherka ma asaxay iyo ilmuhu iskuma xidhna. Ilmuhu mar walba wuxuu ku xidhan yahay labada waalid khaasatan aabbaha. Galmada markuu samaynayay ma wuxuu rumaysnaa inay galmadani xalaal u tahay mise wuxuu rumaysnaa inay xaaraan ka tahay? Hadduu rumaysnaa oo qalbigiisa ay ku jirta alay xaaskaagiiyo xalaal ku abaad u galmoonaysaa sidaana xaaska ugu galmoodo ilmaha meesha ku uurgalay waa ilmo sharci ah. Caqdiga markaasi iyo siduu islahaa markaasi ma sax bay ahayd mise khalad bay ahayd? Meherku ma asax mise ma asaxin markaa la fiirin maayo, laakiin waxaa la fiirinayaa niyada uu waxaan ku sameynayay. Hadduu xaas xalaala u arkayay intaasaa ku filan ilmuhu inuu noqdo ilmo sharci ah. Sidaas daraaddeed guurar fara badan oo ummadda dhexdeeda Soomaalidu taqaano shareecada marka lagu miisaamana khalad noqonaya, caruurta ku uurgalaysa ilmuhu sharci bay noqonaya. Bal culimmadu waxay yidhaahdaan xataa nikaaxa la yidhaahdo muxuu ahaa galmada la yidhaahdo shubhada, yacni waxay yidhaahdaan nin baa reerkiisii ka maqnaa, mithaal tusaale uga dhigaan, habeennimu gurigiisii yimid kadibna xaaskiisii gogashii uu ku ogaa buu naag kale ugu yimid, haweenay kale ugu yimid. Dabcan dee nal ma jirijirine, gogashii hadduu soo seexdayba islaantii kale meesha jiiftay ayuu xaajadiisi ka gudo ka dhammaystay, uur bay qaaday. Xaaskiisii maah, laakiin wuxuu moodayay inay tiisii tahay. Ilmaha halkaa uur galay ma ilmo sharci ahaa, waa ilmo sharci ah. Laana say leeyihiin culimmadu waxa weeyaan ilmaha in nasab loo yeelo, abtir loo yeelo oo laga taxadaro inuu garac noqdo abtir la'aan ah, shareecadu maqaasidda ugu muhiimsan ay ku dadaashay ka mid tahay. Wabitaali ilmahaasi niyada iyada ah buu ku noqonayaa ilmo sharci ah, walow nikaax la'aan ha dhaco ama nikaax faasida ha ku dhaco. Wallahu aclam. Waa tahay daawadaha xiga waxa uu leeyahay. Asalaamu calaykum, magacii waa Cabdifataax Sheekh Maxamed Cabdi Umal. Qiraalaha ku siiyo musqusha ma ku dhex weysaysan karaa, ayuu leeyahay daawadahan. Jawaabtu waxa weeye musqusha markaad ku jirto laba xaaladood baad leedahay. Mar xaajadii baad dul fadhidaa, waama kaadidii ama xaajadii kalea dul fadhidaa, jir waad qaawan tahay. Marka iyada ah de weysi maba jirtaba, hadalna lama ogola. Laakiin ruuxu hadduu ka kocotaa iyada ah ama ha qaawanaado ama dharkiisa ha qabo, waa weysaysan karaa. Musqusha gudaheeda waa ku weysaysan karaa. Waxaa sharti ah in uusan aynan biyaha ku weysaysanayo aynan nijaasa ku duulduulaynin. Haddii musqusha dhexdeedu ay nijaasaysan tahay, wabitaali weysada aad ka yaabayso inay dee jirkaaga nijaasadu kusoo duulduusho ama kusoo gaadho markaa iyada maya, dhankaasay ka noqonaysa arrin aan saxsanayn. Laakiin asal ahaan musqusha gudaheeda waa lagu weysan karaa. Nabigu sallallahu calayhi wasallam iyo xaasaskiisa iyo ummadda wuxuu u jideeyey marka uu qabaysanayo, uu qabays waajiba ka qabaysanayo, isagii xaasaskiisa waa isla qabaysan jireen. Intuusan qabaysaninba weyse qaadan jiray nabigu sallallahu calayhi wasallam. Caadatana waxaa la yaqaanaa dee marka la qabaysanayo dharka lama qabo. Marka waxa weeyaan waa istijoonaya, waa weysaysanaya, markaasuu qabaysan jiray sallallahu calayhi wasallam. Marka dhib ma leh, waa inayna meesha uu nijaasa kusoo gaadhayn. Wallahu aclam. Waa tahay daawadaha xiga waxa uu leeyahay. Asalaamu calaykum Sheekh Maxamed. Waxaa dhib igu haysa kaadida, markasta oo aan kaadiyo kaadi dib waxaa iga imaanayso kaadi yar oo aan badneyn, mar walba waa qubaystaa. Sheekh sidee u dahara qaataa, ayuu leeyahay. Kaadida iska socotee soo baxbaxaysa laba mid weeye. Hadday runtii wax rasmi oo jira ay tahay iyo hadday shaki tahay labay kala tahay. Marar fara badan ruuxa waswaas baa ku dhaca, cudur waswaas la yiraahdo, khataraa jira oo isagoon waxba kaa soo bixin buu ruuxu ugule waxbaa kaa soo baxay. Sida nebigu tilmaamayna sallallahu calayhi wasallam, shaytaan baa ka dambeeyo mar waxaa laga yaabaa dabada inuu kaa afuufo oo uu ku yidhaahdo neef baa kaa soo baxay. Mar waxaa laga yaabaa inuu xubinkaaga taranka uu yidhaahdo waxbaa kaa soo baxay oo uu ku muujiyo sidii adiga oo wax kaa yimaadeen oo kaadiyo wax kaa soo baxeen oo kale. Wax jirana maaha. Halkaasuu ka gala bini aadamka marka dambena wuxuu u bedelaa waswaas iyo cudur. Ruuxu marka dambe xataa cibaadaadkii ku adkaadaan. Hadday sidaasoo kale tahay, waswaaskaasi wuxuu u baahan inuu ruuxu ka hortago oo la dagaalamo
oo go'aan gaaro oo uuna waxba ka rumaysanin shaytaankan la dagaalamo, ilaahayna magan galo. Haddaysa xaqiiqad tahay inay ruuxa kaadi ka soo baxayso, marka wuxuu u baahan yahay inuu kaadi iska hagaajiyo, wuxuu u baahan yahay inuu kaadi iska daahiriyo, wuxuu u baahan yahay inuu dhakhaatiirta la xidhiidho, isbitaalada tago. Sababtu maxay tahay? Soo baa jirta. Sababtu maxay tahay? Kaadidu ay u socotay u soo baxayso. Waxaa loo baahan yahay inuu markuu musqusha galo kaajo, waqti yar oon dheerayn, inuu xubinka kaadidii ku taagnayd uu hubiyo inay ka soo baxday. Yani xubinka dhaqdhaqaajiyo maalan, hadday dumar tahayna waxoogaa yaro fadhido, kadibna wixii markuu soo dhammaado inuu ruuxu istijaysto, si uu markaa waswaaska wixii intaa ka dambeeya isaga ilaaliyo. Meesha maradaada, meesha biyaha ku, meesha ku aadan xubinka, ayaa haddana haddaba yaaba mashruuca inaad biyo ku saydho, inaad biyo ku saydho markaa soo baxayso. Hadhowto shaydaanka hadduu kula wax kalaa kaa soo daatay, si aad ugu qanxisood u tiraado warmee waa biyihii anigu meesha ku saydhay. isu daawis macna waa nooc daawaa macna. Marka hadday waswaas tahayna qaab baa loola dhaqmaa, hadday xaqiiqad tahayna wax jira tahayna waxay u baahan tahay inaad hesho farsamadii aad isaga ilaalin lahayd. Laakiin qabays laazim maaha, kaadidana iska hagaajiso, meeshay gaadheen iska dhaqdoon baa laazim kuga, laakiin qabaysku laazim maaha. Nacam, waa tahay daawadaha xiga. Waxa uu leeyahay sheekh, su'aal ayaan rabaa inaan ku weydiiyo insha allah. Ninka iyo naagta isqabo marka ay galmoodaan, naagta marka ay qubaysanayso janabada, madaxa ma dhaqaysaa mise korka keliya ayay iska dhaqaysaa? Bismillahi raxmaan raxiim. Jawaabtu wax weeyaan, jirka haddiiba qabaysku waajib yahay, dhammaantii waa inay biyuhu gaadhaan, waa ijmaac, culimmadu isku waafaqsan yihiin. Haddii jirka qayb ka mid a ayna biyuhu gaadhin, waa jirka qaybta daahirka ee bannaanka ah ee aan gudaha ku jirin. Haddii ay biyuhu gaadhi waayaan, ama madax ha noqdo ama meel kale ha noqotee, qabayskaasi qabays asaxay maaha. Saas daraaddeed dumarku waa inay timaha dhaqaan, waxaan u jeeda waa inay madaxa dhaqaan markii qabaysku uu laasim yahay oo waajib yahay ama janaabo yahay ama qabayska ka dhasha dhiigga cadada ah ama dhiigga dhalmada hadduu yahay. Wallahu aclam. Daawada xiga waxa uu leeyahay, magacaygu waa Colaad Cabdullaahi. Sheekh, ilaah dartiis ayaan kuu jeclahay, ayuu leeyahay daawadahan. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, qof culimmo cayay, salaad ma lagu xiran karaa oo iimaan masjidka ah? Cayida guud ahaanba horta muslimiinta iyo wax ka sheegoodu ama culimaha ahaadeen ama yaysan ahaanine wax haboon ma ah. Cirdiga iyo sharafka dadka in meel lagaga dhaco waa arrin khaldan. Dadku haddana waa sii kale yihiine, hadday dadku culimo yihiin waa khaasatu lawliyaa, ilaahay awliyadiisa, muuminiintu dhammaan waa awliyadii alle. Haddana kuwa sii khaasan waa culimada, culimadu waa khaasatu lawliyaa, dhaxalkii nebiyadii xambaarsan yihiin, iyagaa diintii matalaya, ummaddii u taagan booskii nebiga sal alla alay wasalam, oo gaadhsiinta diinta gaadhsiinteeda ummadda ixtiraam bay ka mudan yihiin. In la caayo lagu jeesjeesana waa inxiraaf, yaani wax wey waa jid ka bax, jidkii saxsana oo ruuxu ka leexday waay. Saxaabadii nebiga sal alla alay wasalam qoladii wax ka sheegtay oo ku tiri yaani hunguri weynan ku sheegtay, fulinimo ku sheegtay, waxoogaa yara dacaayadaysay, allah tabaaraka watacaala wuxuu ku yidhi, qul abillaahi wa aayaati wa rasuuli kuntum tastahzi'uun, ma allah iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisaad ku jeesaysaysaan, laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum. Marka dadka ahluliimaanka ku jeesjeesistoodii wax ka sheegoodu ma haboona mana bannaano. Culimmada hadday tahayna waa kasii xag jirtaa. Labo, marka aan u kala qaadno, haddii ay tahay ninkan culimmada caayaya wax ka sheegaya inuu diinta ay xambaarsan yihiin iyo khayrka ay xambaarsan yihiin iyo dacwada ay xambaarsan yihiin iyo booskay ummadda u joogaan inuu dhibsanaya hadday tahay, dee markaa diintii buu dhibsanaya, iyaga lafahooda uma socdee, mabda'aya diintay ummadda wax xambaarsan yihiin buu markaa ku socdaa. Fa innahum laa yukadibuunaka walaakina adaalimiina biaayaati illahi yajxaduuna, kuwii la yidhi oo kale wa adiga kuma beeninayaa nebi maxamed sal alay wasalam, laakiin aayaadka ilahay bay maagan yihiin, waxaad la timid aad xambaarsan tahay mabda' ay ku socdaan. Haddiise laakiin ay tahay ninkan culimmada caayaya ama qaar ka mid a caayaya way isku dhaceen, ama adduunya ahaan buu u qoonsanaya, ama laga yaaba waxbaa dhex maray, dee markaasi rag yacni waxa weeyaan dagaalamay ama wax dhex mareen oo markaasi wax ka sheegiisa uu wax ka sheegayo, si dembi ha u ahaato, khaladna ha u ahaato, laakiin dee nin diintii maagan maaha, nin diintii maagan, caqiidadii islaanimadii maagan maaha, ee waa nin rag wax dhex maray, ama dhaqaalaa dhex maray, ama reer ahaan baa laysu qoonsaday, ama waxbaa laysu qoonsaday. Taasi waa masale kale oo markaa ka baxsan, iyada lafteedaan bannaanayn muslimiinta in lagu xadgudbo, laakiin way ka fududahay. Saas daraaddeed waxaan doonayaa inaan idhaahdo, culimada iyo dadka ahludiinka ah iyo muuminiinta guudba waa laazim in ay carabkaaga iyo afkaaga ka nabadgalaan.
وطاي داودا حيك وحوليه مقعي وأحمد إبراهيم شيخ وحان دقنا دل بقلكي وبقل قالا أنا وحان كويستا مهرد ير قالا دور سنة سلعق أما وح لعنا مسين كرا وحان نبي جينا كسوان صلى الله عليه وسلم إنو يري في كل كبد رطبة صدقة بير كستو قويا وحي الله سياي وصدقه بمعنى أنه لها أردن وحي الله سياي وصدقه أيبا ناك زانيد انتي ورابي سي سقو اومن بي جنكو غش الله او ما حد علي مركه بني ادم ديباتيسن ان لا عاويو قال ها ادو مسلم ها اهادو اجر با لغه هليا ايده قران كي ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وحيكو ايمانيسا ايات كي صدقات كي كهدلي دخدوداي كو ايمانيس هنون كود اديغا ملهيد بالي كما صارنا اديغا ان هنونيس بمعنى حديث حسن وحاكو يميد waxaa laga lahadlayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam waxsiinta dadka gaaladeen marka dagaalku ugu jirin haduu dagaalku ugu jiro muharib yahay marka waa mas'ala kale laakiin dadka gaaladeen marka dagaal idin kala dhaxayn inaad wada nooshihiin inaad caawisood wax tartay ma diidana diinta islaamki bal allah tabaaraka wa ta'ala waxa quraanka kariimka ku yiri la yanhaakum allah an alladheena lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi kuwa aan idin la dagaalamin gurihiinana idin ka saarin kuwa iyaga inaad wanaag u sameeyaan cadaaladna u sameeyaan ilaahi idiin diidi maay ee gaalada macna marka wala siin kara wala la caawin kara wallahu aalam daawada xiga waxa ay leedahay magacigu waa hibo maxamed ibraahim oo ku joogta uk sheekh maxamed abdi umal waxaan si xushmad leh ku weydiinayaa leedahay hal su'aal qiraala ku siiyo muxuu yahay xukunka jamaacada tabliiqa jamaacada tabliiqu waa dad muslimiin ah oo runtii dadaalaya juhdi iyo dadaal haya laakiin mulaahadaad farabadan ay culimadu ka muujinayaan qaabka ay dacwada u fidinayaan nusqaan farabadan ay culimadu ku sheegan inay kaga jirto dhanki cilmiga iyo in dadku intayna dacwo u dareerin inay bartaan oo diinta barashadeeda horta ruuxu ku hormaro dacwada u fidinayaan cala basira ay noqoto qul hadhihi sabili ad'u ila allahi cala basiratin ana wa man ittaba'ani aniga inta iraacsanba nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam alla wuxuu yiri nabiga waxa lagu yiri waxa tiraahda aniga inta iraacsanba dadka waxaan ugu yeernaa jidka xaqqa ah anaga ku dul sugan cilmi iyo garasho iyo basiiro mulaahadaadka lagu haystay kamid tahay mulaahadaadka waxa kamida ee muxuu ahaay oo culimadu ay tilmaamaan qaab kasta dacwo hadii la gudanayo hadii salaad la tukanayo waa in sunnadii nabiga la waafajiyo sallallahu alayhi wasallam waxyaalo badan oo sunnadii khilaafsan ayay culimadu tilmaamayaan sidaas daraadeed juhdigoodii iyo dadaalkooda aad waxaan u jeclaan lahaa in muraajacaad lagu sameeyo oo dib wax badan loogu noqdo bini'aadamku kama maarmo mar walba inuu dib ugu laabto isu fiiriyo oo jidku ku socdo uu dib u miisaamo waxyaalaha khaldan ee lagu mulaahadeynayo inuu ruuxu dib u saxo ummaduna waxay u baahan tahay sidaan salaadeenna ay u baahan tahay inaan nabiga kaga dayno sallallahu alayhi wasallam dacwadana waa inaan nabiga kaga dayno sallallahu alayhi wasallam siyaasadda waa in nabiga laga raaciyo diintii iyo rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam iyo sidii ay ahayd dhaqaalaha waa in lagu raaco jihaadkii iyo dagaalka waa in lagu raaco wahaakada waa in jidkii qaabkii ay sharaacadu u soo degtay waa inuu ruuxu ku taqayudo nashaad kasta iyo hawl kasta uu qabanayo mulaxadaadkaasi culimadu waa muujiyaan waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala nasiixada in badan ay culimadu u qadimayaan inay walaaluhu ka faa'iidaystaan oo juhdigan iyo dadaalkan faraha badan muraajacaad lagu sameeyo wabitaali wixii khaldan la saxo insha allahu tacaala wallahu aclam waa tahay daawada xiga waxa uu leeyahay magacaygu waa hanad asalaamu calaykum sheekh maxamed cabdi umal ayuu leeyahay waxaan ku weydiinayaa haddii aan xaaskayga hal dalaaqad ku furo kadibna aan rajactu dhihin laakiin aan heshiino oo dib nolosha usii wadano siday noqonay ma iga furan tahay mise waa xaaskayga bismillahi raxmaan raxiim waxaan dhihi lahaa ama jawaabtu noqonaysaa haddii hal dalqada aad ku furto oy tahay dalqadii ugu horeysay ama tii labaad ay tahay iyadoo wax kuu laaban yihiin aad saa ku kala tagtaan inta ay ciddada ku jirto oyna saddex dhiiga helin saddexaada ayna helin way ciddada ku jirto waad soo ceshan kartaa bimacnaa awooddii adaa weli haysta markhaati baad u samaynaysaa waxaad leedahay xaaskayga waan soo ceshay intaasay kaaga filanta reerkaagii bay noqonaysaa waadna wada dhaqmaysaa haddii ay ciddadii ka baxday intaadan soo ceshan oo saddex caaday heshay wixii intaa ka dambeeyo waan soo ceshaday awooddeeda malihid waad si isguursan kartaan waa inaad ehelkeedii weydiisato aabaheed adeerkeed walaalkeed weligeeda inaad weydiisato waa markaa lagu siiyo
لغو غوريو هول عصوبة ما أنت سكورسين هسين هول شيء ديو كلوه هذا عدة كبر حظو أنت هذا مالي سوء عشانين مركا وغور عصوبات سكورسين كرتان وغور ما هذه فريتان كي ودل قد كوباد أي عدة كبر حظي أما تيل بعد أي أهيد أو شيء عدة كبر حظي لكن هذا دل قد استحاد أنت عدي عدة كبر حظي أما أيسن كبر حين بق كنا قشنا ماله ديب وغور سينا ملها إلى أن ينكل إسوسوم مران وأن محلل يحيل ضيس يفرسما ماشى كوتشرين إسكود إسرابيد أنت إسوق جورسدين يجو إسكود يسون عانو إسوفوران مركا كدي يوم بحلال كون نقول سوا ضل قد الصدى حد أحكام تيادة لكن تكوبادية طلبات دي بدي سوق جورسن كرتان دي عدة ذاك بحده والله أعلم وطاي دا وضح حق وح إلى ذي السلام عليكم مجيء وفرتون محمد حسن عنق أن نلقو دلنين بليه سنة دمستي ملو وقلا لكرا بسم الله الرحمن الرحيم جوابته وانقل ملها المو هادو ميت كصوبحه وانقل ملها بل حديثك وحا لقى فهميا هادو مالك التضبات كهر انت حتى انو سوانقل لها وانقلك هو مالك التضبات حديث كان وحو له المام شوكاني عليه رحمة الله وحا لقى فهميا مالك التضبات هادو سنسوبة قارين انا وانقل تشيرين هادو أورك كقصب حميد وكسي حق شرت أصاد رادي ضوح وانقل أملها والله أعلم. أنت صيام كسوق بجبين إن برامج كان نلاش إسلام كا برامج كان تدوات كان وحنا كجهل ديني نلاش ونكسن. محمد علينا يا شيخ محمد عبد أمل وقتي سخالي إنه صخري دعوة ذا الوحنا الحسوسين يا وحي سؤال أما مسألة دين أتقطان وحد إنه وصل هجاجين كرتان إيميل كشاشة إن كان مغضى إيه شيخ أمل @gmail.com أنا ما علينا يا كاميرمان كا عبد فتح جنتة برامج كان قاعوين كجستي إنه تابقلو محمد نور. أنت أن برامج كان برامج كحقيقة أن كل من دونه سيدا أيوه نبت كليو.